السلام عليكم ورحمه الله. بونسوار مي زامي مي زيلاف حبايبي طلاب الثانويه العامه، ايه الاخبار؟ اخبار الفرنسي ايه واخبار المذاكره؟ ربنا معاكم بالتوفيق للجميع ان شاء الله. معاكم ميسيو محمد، اقدم لكم النهارده فيديو جديد من دروس اللغه الفرنسيه. الليسون بتاعنا مهم جدا، اسمه لانتروجاسيون، يعني الاستفهام. طبعا الكيستيون يا جماعه، ازاي اكون الكيستيون؟ ازاي تسال؟ بامتى؟ كون؟ بمين؟ كي؟ بفين؟ او بليه؟ بوركوا؟ بهل؟ يعني اسك؟ بما او اي؟ يعني كل. تعال نشوف الفرق بين اسك وكاسك وكو وكومو وكي بوركوا وكومبيان دو وكومبيان كوت وكمان كومو وكل. الاستفهام يا جماعه في الفرنسي بقسمه لجزئين. اول حاجه استفهام كلي، يعني على الجمله بالكامل، واستفهام جزئي، يعني على جزء في الجمله. الاستفهام الكلي اللي هو عباره عن السؤال باسك. اسك يعني هل. عشان تسأل بإسك ليها طريقة معينة. لما أقول لك إسك تو يي إيجيبسيان، هل أنت مصري؟ هتقول لي وي جي سوي إيجيبسيان، أو نو جي ني سوي با إيجيبسيان، جي سوي فرونسي. السؤال بإسك، يلا بينا نشوف كده. أول حاجة الكيستيون بإسك. السؤال بإسك يا جماعة بيجي بعد إسك الفاعل الجملة، وبعد كده الفيرب، وبعد كده الأوبجي أو باقي الجملة. زي إن أنا أقول لك كده إسك تو يي إيجيبسيان، هتقول لي وي جي سوي إيجيبسيان. او ممكن اسال بهل بطريقه تانية، ان انا اقول لك سؤال اللهجه تو يي ايجيبسيان، هتقول لي وي جي سوي ايجيبسيان. او ان انا اعكس الفعل والفاعل زي الاكزامبل اللي قدامنا اي تو ايجيبسيان، هتقول لي وي جي سوي ايجيبسيان. يبقى السؤال بهل لثلاث طرق. اول حاجه استخدام اسك، او سؤال اللهجه، او تقديم الفعل على الفعل. ان انا اقول لك هل هتروح النادي، اسك تو فا او كلوب، او تو فا او كلوب، او فا تو او كلوب. الثلاثه معناهم هل هتروح النادي. الرد باسكو يا جماعه ممكن يكون وي ونو. لو قلت لك اسكو تو يم لا شيمي، هل بتحب الكيمياء؟ هتقول لي وي جيم لا شيمي، او نو جو نيم با لا شيمي. ممكن اقول لك تو يم لا شيمي، او ام تو لا شيمي. لما نكون بنعمل سؤال، لو احنا بنكون كيستيو يا جماعه، عشان تكون سؤال، السؤال بتسال بتو، بترد بجو. لو بسأل بتون بترد بمو. زي ما احنا شايفين في بعض الحاجات بتحول من تكوين السؤال للإجابة. ان عند السؤال بسأل بتو ترد بجو. يعني اقول لك كده اسكو تو يام لو سينما، هتقول وي جيم لو سينما. اسكو تو فا اتونيكول، هل رايح مدرستك؟ تقول وي جي في امونيكول. بسأل بتو ترد بجو، وهكذا استخدام صفات الملكية. مع التون ترد بمو، مع التا ترد بما، مع التي ترد بمي. لو بسألك بالفو، او بسألكو انتو بالفو، اسكو vous êtes égyptien، هتقول oui nous sommes égyptien. est-ce que vous allez au cinéma؟ oui nous allons au cinéma. زي ما انتم شايفين الفو تحول لنو، وكمان صفات الملكيه votre تبقى notre وvo تبقى nous. يعني انا بحول اسئله المخاطب لاسئله المتحدث، الشخص اللي بيتكلم. يبقى تاني باختصار شديد يا جماعه، السؤال باسك. اسك يعني هل، بترد عليها بوي او نو. وي يعني نعم، ونو يعني لا. في حاجه جديده عندنا كمان هيتم ذكرها في الدروس اللي جايه، ان انا لو بسالك بهل وسؤال منفي ترد بسي او نو. ان انا اقول لك كده اسك تو نيم با لو سبور، هل مش بتحب الرياضه؟ هتقول لي سي جيم لو سبور، بلا احب الرياضه، او نو جي نيم با لو سبور، جيم لو سينما، او جيم لا ميوزيك. يبقى رد باسك السؤال باسك هو رد عليه اساسا بوي او نو او سي. الكيستيون اللي بعد كده السؤال باداه استفهام جديده اسمها كومون. كومون سي او ام ام او ان تي. كومون يعني كيف، تستخدم للسؤال عن الاسم. كومون تو تابيل، هتقول جو مابيل محمد. كومون سافا، السؤال عن الحال، سافا بيان ميرسي. او كومون فاتو، جو في بيان. او كومون تاليفو، كيف حال حضرتك؟ تقول جو في بيان او سافا بيان ميرسي. رقم ثلاثة بسأل بكمو عن الوصف. ان انا اقول لك كده كومون اي بابا، كيف يكون والدك؟ تقول لي بابا اي جونتي، بابا اي نيرفو، بابا انتليجون. كومون اي تا ميزون، كيف يكون منزلك؟ تقول ما ميزو اي غروند، ما ميزو اي رونجي. كومون اي لو فرونسي، كيف يكون الفرنسية؟ تقول لو فرونسي اي فاسيل، لو فرونسي اي كومبليكي. كومون اي لو ماتش، كيف يكون المباراة؟ لو ماتش اي انتريسون. يبقى كومون بتسأل عن اسمك وعن حالك وعن وصف شيء او شخص. بتسال كمان عن وسيله التنقل، اقول لك ازاي بتروح المدرسه، كومون فاتو او ليسي، او كومون فاتو او كلوب، او كومون فاتو او سينما. تقول لي جي في ا مون ليسي اون تاكسي، جي في اون مترو، جي في اون بوس، جي في اون تران، جي في اون افيون. يبقى بسال بكومون عن وسيله المواصلات. اوكي،
نيمورو 3 السؤال بأداة اسمها كون. كون يعني متى، بتسأل بها عن فترة زمنية غير محددة، يعني الصبح بالليل، الشهر اللي عدى، الشهر الجاي، السنة اللي فاتت، حاجة وقت بس غير محدد. لو ما تان صباحا جي في كلوب، يبقى كون تو فا كلوب. مون انيفرسير عيد ميلادي اي لو 5 ماي، يبقى كون تو يي تون انيفرسير، او تون انيفرسير اي كون. كون يا جماعه ممكن تيجي في اخر السؤال، اقول لك عيد ميلادك امتى، تون انيفرسير اي كون، يبقى كون بترد عليا باجابه بتدل على الوقت او الزمن. اما لو الوقت ده محدد بساعه معينه هتسال تقول اكالور. اكالور في اي ساعه، اكالور للسؤال عن فتره زمنيه محدده بوقت. جي في او كلوب à 5 heures. Il va à quelle heure tu vas au club? Il arrive à la maison, هو يصل منزله à 9 heures, ساعة 9. À quelle heure il arrive à la maison? Il va à quelle heure معناه في أي وقت. بعد كده ندخل على سؤال جديد اسمه او. او يعني أين، وعلى أكسون غاف اللي عاملة بالاتجاه كده، لأن او من غير الأكسون معناها أو. او تسأل عن المكان، جي في او ستاد او فا تو أو او تو فا أو تو فا او. يعني او ممكن تيجي في اول السؤال او اخر السؤال. جابيت ا باري، بسكن في باري، او ابيت تو. لو المكان ده مظبوط بحرف الجر بار هتسال ببار او. جي باس بار لا غار، مريت على المحطه، يبقى بار او تو باسي، او بار او باسي تو. ايل فيان دو باري، هو جاي من باري، هتسال تقول دو او ايل فيان. دو او يعني من اين ياتي. اوكي، يبقى عندنا او اين، بار او باي الاماكن تمر، دو او من اين تاتي. بعد كده الانتروجاسيون بي بوركوا. بوركوا يعني ليه، لماذا، بتسأل عن السبب. إجابتك بتبقى بباركسكو لأن، أو كار لأن، أو بسبب. كار وباركسكو الاثنين معناهم بسبب، وبور معناها لكي، يجي بعدها فعل في المصدر. الفرق بين كار وباركسكو وبور إن كار وباركسكو يجي بعدهم جملة كاملة زي ما نشوف في الأمثلة دلوقتي. ممكن ترد وتقول أكوز دو، بسبب يجي معاها حاجة سلبية، غاس أ يجي معاها حاجة أو سبب إيجابي. يلا بينا نشوف أمثلة. il reste à la maison car il est malade، هو يبقى في المنزل لأنه عيان. pourquoi il reste à la maison؟ لو إجابة بتقول pour faire du sport، عشان نلعب رياضة، أكيد بقول لك ليه رايح النادي. pourquoi tu vas au club؟ nous allons au stade pour voir le match، يبقى pourquoi vous allez au stade؟ grâce à mes professeurs، بسبب بفضل مدرسيني. pourquoi tu as des bonnes notes؟ يبقى عندنا pourquoi لي بترد عليها بكار او parce que pour، يبقى pourquoi يا جماعه بمعنى لماذا. وننتقل مع بعض على كيستيو جديد اسمه كي. يعني ايه كي يا جماعه؟ كي بتسال عن البيرسون، بتسال عن الشخص، معناها من، تسال عن فاعل او مفعول عاقل، يعني كلمه في اول الجمله او في اخر الجمله. علي فا استاد، عاوز اقول مين رايح الاستاد، اقول كي فا استاد. يعني هنا كي جاي بدل السوجي الفاعل. جو فيزيت مي زامي، انا بزور اصحابي. تو فيزيت كي، انت بتزور مين. كي اذا سبق المفعول العاقل ده حرف جر زي ا او شي او بور او دو. اكزامبل جي باسي لو فاكونس شي مون اونكل، انا بقضي اجازتي عند عمي. اكيد اقول لك عند مين، عند من اسمها شي كي. يبقى لما تيجي شي مع شخص اقول شي كي عند من. نوزالو او كلوب افيك علي، افيك كي فوزالو او كلوب، مع مين بتروح النادي او بتروح النادي. يبقى كي من، افيك كي مع من، شي كي عند من، وكمان عندنا اكي الى من. كو، كو يعني ماذا، كو يعني وات. كو عندنا بتسأل ايه يا جماعة، كو بتسأل عن مفعول مباشر غير عاقل، يعني حاجة جاية في اخر الجملة وما يكونش قبلها حرف جر وتكون شيء. رامي مونج دي فغوي، الكلمة المحددة هنا باللون الاحمر دي فغوي، رامي بيأكل فاكهة. عاوز اقول ماذا يأكل رامي، هقول كاسك رامي مونج. كاسك رامي مونج، كاسك هي نفسها يا جماعة توأم لكو، بس كاسك بتقول كاسك رامي مونج، كو تقول كو مونج غامي. كو مونج غامي مع كاسك بتجيب الفاعل بعد كده الفعل، مع كو بتجيب الفعل وبعد كده الفاعل. يعني كاسك بترتب السؤال، كو بنعمل سيزو يعني بنعكس الفعل والفعل. وكمان معهم جمل تالتة، يعني توأم تالت اسمها كوا. كوا يعني ايه كوا؟ يعني ماذا او اي. بتسأل عن مفعول مباشر غير عاقل، سافا، على ان توضع في نهايه الجمله. جو فوتوغرافي لا مير، انا بصور البحر. تو فوتوغرافي كوا، كوا هنا معناها ماذا، اي ما بدور كو وكاسك بس بتيجي اخر السؤال. بعد كده مع بعضنا كده هندخل على كيستيو تاني اسمه كال. كال يا جماعه اون فرونسي معناها ما او اي، زي ما احنا شايفين كده. السؤال بكال ليه اربع اشكال. كال افيك ال بتسال عن المفرد المذكر، كال افيك دبل ال
بتسال عن الفيمينا كال افيك دوبل ال اس، بتسال عن بلورال فيمينا. تعال نشوف مع بعض. مونو يا علي اسم علي، كاليتونو هنا بسال عن الاسم كاليتونو، هنا كال جايه ماسكولين ان النو ماسكولا. كالاجاتو بسال عن عمرك، كال كولور بريفيرتو، كال كولور بريفيرتو اول حاجه بسال عن اسمك كاليتونو، بسال عن عمرك كالاجاتو، بسال عن حاله الطقس كال تون فيتيل، بسال عن اليوم كال جور سومنو، بسال عن الرياضه اللي بتحبها كال سبورتويام. تعال نشوف كال بقى دوبل ال مع المؤنث مع كلمات، بسال عن حاجات في مينا كالوري تيل كم الوقت، كال ماتير تو بريفير ما الماده التي تفضل، كال كولور امتو، كالي تا ناسيوناليتي وكالي تا باسيون ما هي ميولك او الهوايه بتاعتك. اوكي يا جماعه، يبقى زي ما انتم شايفين كلب تكتب ماسكولا وتكتب فيمينا حسب الشيء اللي بسال عنه. يلا بينا كده ننهي الفيديو بتاعنا. احنا كده شرحنا اسكو وكي وكو وكاسكو وكومون وكومبيان. كومبيان دو طبعا دي معناها كم العدد، وكومبيان كوت كم السعر. يبقى كومبيان دو بسال مثلا اقول لك كومبيان دو ماتش تو ريغارد، كم مباراه تشاهد جو ريغارد تو ماتش. لكن كومبيان كوت بتسال عن السعر، اقول لك كومبيان كوت لو تيشيرت، لو تيشيرت كوت 200 يورو 200 يورو. كومبيان كوت لو بالون، كم ثمن الكره، لو بالون اي او لو بالون كوت الكره بتكون او الكره بتتكلف. يبقى عندنا كومبيان دو كم العدد، وكومبيان كوت كم السعر، كومون يعني كيف، كون يعني امتى، بوركوا يعني لماذا، اسكو يعني هل، كو وكاسكو وكوا يعني ماذا، كي يعني من. يلا نحل مع بعض. تو في سبور، انت بتلعب اي رياضه. سبور دي كلمه ماسكولا، هنختار مع بعض كال الاجابه الاولى. جو تو او تنس، بتلعب تنس، كال ولا او ولا كو، محتاج طبعا فين بتلعب تنس، او جو تو او تنس. تو فا او كلوب، بتروح النادي، الاجابه انافور، يبقى في اي ساعه اسمها اكالور. اكتيفيتي فوزيمي، الانشطه اللي بتحبها، كال اكتيفيتي، وكلمه اكتيفيتي بلوريال فيمينا، هتاخد كال الاختيار الثالث. توجو على اكيتاسيون، بتلعب في الاكيتاسيون يعني الفروسيه، كي ولا كو ولا افيك كي، مع مين بتمارس الفروسيه افيك كي. اي تون اوبينيون سور لا بوكس، ما هو رايك. كلمه اوبينيون يا جماعه هي كلمه فيمينا، لكن مستخدمه هنا صفه الملكيه المذكر، لانها تعامل مذكر فقط مع صفه الملكيه. هقول لك كالي تانية، كالي تون اوبينيون اللي هي الفيمينا. فو فيني، قلت الاجابه دو سوبر ماركشي، انا جاي من الماركت، محتاج جاي منين، دو او فيان تو او دو او فو فيني او فو فيني دو او. اشيت تو، انت بتشتري ايه، كوا، قلنا كوا بتيجي اخر السؤال، كو وكون، كو ماذا، كو اشيت تو. ناخد كمان اكزامبل اللي هو فوا مونج تو، بوركوا ولا كوا ولا كومبيان دو، كومبيان دو كم العدد، كومبيان دو فوا مونج تو كم مره بتاكل. تو ابيت، انت تسكن، يبقى كال ولا او ولا كي، كال طبعا غلط، او تو ابيت اين تسكن. نكمل كمان كمان اكزامبل كده عشان نفهم اكتر. الاكزامبل نمبر 11 رقم 11 بقول لك ايه تون ادريس، ما هو عنوانك، كال كال كال. خلي بالكم يا جماعه ان كال هنا مستخدمه في مينا، لان كلمه ادريس اصلا في مينا. نمبر 12 رقم 12، لو كيلو، كم ثمن الكيلو، كومبيان كوت لو كيلو، كومبيان كوت لو كيلو. نمبر 13، كوا بارل تو، في اي شيء بتفكر، دو كوا عن اي شيء بتتكلم، شي كوا عند اي شيء، افيك كوا باي شيء. احنا عندنا يا جماعه اوكي هنستخدم هنا دو كوا، دو كوا تو بارل، عن اي شيء بتتكلم. نمبر 14 رقم 14، سو ماجازان، هذا المحل فيرم بيغلق، أ ولا أو ولا أو إكس، طبعا هتبقى أ 23 لأن كده بنتكلم عن الوقت بـ أ قبل الساعة. أوكي، ده كان فيديو بسيط عن لمود انتروجاسيون أو الانتروجاسيون جينيرالمون، الاستفهام بشكل عام. اتكلمنا عن اسكو يعني هل، كي يعني من، أو يعني أين، بوركوا يعني لماذا، كومبيان دو كم العدد، كومبيان كوت كم السعر، وكون يعني امتى، وكال الماسكولا وكال الفيمينا. ده كان فيديو بسيط جدا، اتمنى نكون استفدنا من الفيديو بتاعنا النهارده. الانتروجاسيون من الدروس المهمه جدا، ادوات الاستفهام. نشوف الفيديو مره واثنين وثلاثه، ونتمرن على الدرس ده يا جماعه، عشان من اهم الدروس المتوقع وجودها دائما في امتحانات الثانويه العامه. بون شانس بور توس، يعني جود لك للجميع. كنت معاكم مسيو محمد الجوهري، ونتقابل على خير بفيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.